اللي بصر مين؟ 3/1/2013 مكان سقوط أحد الصواريخ على هذا المنزل. ابنه كان نايم هون صغير. الله حمى. وهذا ما حل بيه المنزل. حسبنا الله ونعم الوكيل. والله ما احنا عاملين شيء، والله ما احنا عاملين شيء، والله ما احنا مسويين شيء، والله ما عم يسمعوا اللقمه. حسبنا الله ونعم الوكيل. فليسمع العرب والمسلمون وليحسوا إن كان لديهم قلب أو إحساس، ولكن وللأسف الشديد أصبحوا صم بكم عمي لا يفهمون. حسبنا الله ونعم الوكيل.